مرسيدس اي كيو اس 53 AMG هي اول سياره كهربائيه عند AMG. رح نتعرف عليها اليوم ونبلش نحكي من الشكل الخارجي. The vehicle is all electric. The feeling is all Mercedes AMG. The AMG EQS. بالواجهة الأمامية الجريل بسموه باناماريكانا جريل باللون الأسود ومطعم كمان بالكروم. الأضواء عم بيجوا ديجيتال LED. الضوء عم ببلش من اليمين لليسار. هون الضوء كتير ببين حلو بالليل. موجود كاميرا أمامية. شعار مرسيدس بالكبير بالوسط. وهون موجود على شكل فتحات بس هي بس للمنظر. كمان سنسرات موجودة 360 درجة مثل ما عم شوفوا هون على اليمين وعندكم على اليسار. كمان من جوانب ومن الخلف. شوفوا حتى غطى محرك بس عم يجي شوي مين لتحت بخطوط حادة كمان كرمال عم بيساعد بالأيروديناميك. من الجنب طواير كتير كبار مقاسهم 22 انش. ديزاين كتير حلو. عم بيجوا باللون الأسود وحوالي الدولاب بالسيلفر. الطواير عم بيجوا من شركة ميشلين. بريك كتير كبار كاربون سيراميك بريك عم بيجوا باللون الأحمر. هون بالفندر شعار فورماتيك بلاس. هون EQS. ماسكات البوابة كتير حلوة بس تقفلها بدبوا بصيروا فايتين بالباب. هذا كرمال كمان لتحسين ايروديناميك. بما ان هذه نسخة AMG عم بيجي فيها سبويلر باللون الأسود. ضوء LED ديزاينه حلو. عم تشوف عم ببلش من هون بالجنب ويمشي على كل الصندوق لتاني ميلي. شعار AMG AQS 53 موجود هون. حساسات خلفية. شكل اكزوست بس هي ما فيها اكزوست لان هذه سيارة كهربائية. وعندها كمان ديفيوزر. خلينا نفتح صندوق الخلفي نشوف قد ايه مساحته. مساحة كبيرة اجمالا. عم تقريبا 610 لتر. عم يجي دولاب سبير هون. هون العدة كرمال مفتاح الجانت والعفريت وكيبل لتشريج الكهرباء. وبهيدا الزر ترجع بتسكر الصندوق. من الخلف الفخامة بحد ذاتها كأنك قاعد بشي 5 ستار. الكراسي تتحكم فيهم كهربائيا. هلا ما كتير فيك تتحكم فيهم يعني بس انه بيتجاوبوا. الظهر بيتقرب وبيترجع. عندك تبريد وتسخين الكراسي. شاشة قدامك 11.6 انش. تقدر تتحكم ب MBUX Experience يعني تتحكم بالقصص بالسيارة مثل بالسيتنج والراديو والميديا والنافيجيشن. هون عندك كمان تلقي ايدك عليها. هون فيك تحط شي تليفونك وتشارجو وايرلس. كراسي اكيد من الجلد. عندك هون وسدي على ظهرك وحتى في هيدي اذا بدك تحطها هون. واحدة للرأس واحدة للظهر. ورائعة من الخلف. حتى المسافة من فوق عندك مسافة الاجرين مسافة فوق الراس كبيرة. فتحة سقف بانوراميك من قدام ومن ورا. من خلال ما تعملوا هالحركة بتفتح من دون ما اقوس ولا شيء. شفت كيف فتحت؟ وقدام بتفتح بعكس ورا. من ناحية الفخامة الموجودة بالخلف كأنك بسيارة S كلاس بس سيارة كهربائية. أول شيء بتلاحظوا بس تطلع على الـ EQS 53 AMG هالستيرينج ويل الـ AMG بذكرنا بسيارات البترول انجن ل مرسيدس AMG. حتى عندك سكرين كتير كبيرة بسموها هايبر سكرين. عم تشوفها مقسومة لثلاثة. كراسي عادتها مريحة حتى من قدام من جلد الطبيعي. فيهم كمان تبريد وتسخين ومساج. رياضية ما نو ريكارو بس رياضية. وعندكم كمان وسدات للرأس وراكم على الكرسين. وهودي الوسدات
رح تعزوها اكيد بس سوق واحدة مثلها رح تعرفوا اللي هي موجودة لانه جي فورس تبع السيارة كتير عالية ومجرد ما تدعسوا دغري ريبريز سريع بيخوت راسكم ورا. هلا من ناحية السكرين مثل ما قلنا هيدي هايبر سكرين، شوفوا قد ايه كبيرة، تتحكموا بكل شيء من خلال هالسكرين. بس المشكلة الوحيدة فيها انه ليكوا الغبرة حتى صبيحكم بتبين مع الوقت. اكيد عندكم نافيجيشن، واحلى شيء هي فيها AMG Performance و AMG Truck، مش كأنها سيارة سيدان، كأنه معك سيارة رياضية. شوفوا المعلومات بعطيك اياها عن مثلا الانجن كيف عم يشد بين قدام ورا، وعن السسبنشن كيف عم تشتغل، وهون بين التورك والقوة للانجن وكل شيء. اذا كنتوا عم تعملوا دراج ريس من 0 to 100 مثل ما لاحظتوا انه خففوا كتير من الازرار، كل شيء عم تتحكموا فيه هون من خلال اللمس، حتى بالاي سي وغيره. هون كربون فايبر، تحت فيك تحط اغراضك، تشارج تليفونك وايرلس، عندك يو اس بي حتى. هون اذا بدك تحط شيء كباية ولا انينة ساعة 2. هذا المكواد هو الشعور، والكل اللي بيعرفوا بسوقه كانوا ام جي قبل اللي بيعرفوا، بس يمسكوا هذا المكواد بيعرفوا السيارة انها فيها performance package. شوفوا شعار AMG هون، ازرار الموجودة على اليمين كرمال لتتحكموا بسكرين اللي كنا عم نحكي عنها بالوسط، على اليسار لتتحكموا بسكرين اللي قدامكم. فيكم تغيروا حتى الديجيتال موجود هونيك، في عندكم كذا شكل، وبتعطيكم كل المعلومات يعني لازم تعرفها السيئة بيفرجيك اياها قدامك، السرعة قد ايه بتمشيك، قد ايه استهلاك البطارية. فيها ثلاث وضعيات قيادة تتحكموا فيهم هون على يمين المكواد، تكون ايكونومي، سبورت وسبورت بلس. خلف المكواد عندك على شكل بيدال شيفت اب اند داون، هذا النظام بيخليك بس تشيل اجرك عن دعسة الكهرباء بصير تعمل بريك. في عندك ثلاث وضعيات، عندك سترونج وعندك نورمال وفيك تطفي كومبليتلي. هلا هيدا النظام منيح ومش منيح. منيح انه بس صير تعمل هيدي البريكنج بصير تشارج البطاريه، بس اذا انت كنت باماكن مثلا عندك كواع اما مسرع على الهاوي بتصير تعمل بريك سريع. هلا احسن ما تحط اللي هي سترونج لانه صير تعمل بريك كتير قوي، بصير تخفف كتير من سرعتها. فيك تمشيها على النورمال اما فيك تطفي كومبليتلي هذا النظام. اذا بدنا نحكي اداء، القوة الحصانية 658 حصان و 950 نيوتن متر من التورك، تاخد من 0 ل 100 3.8 ثواني. هلا في عندكم كمان باكج اللي هي دايناميك بلس، القوة الحصانية تبعها بتجي 761 حصان و 1020 نيوتن متر من التورك، وبتاخد من 0 ل 100 3.4 ثواني. هلا لكل يلي اشتاق لصوت الاي ام جي، اليوم بهيدي السياره مرسيدس حلتنا هيدي المشكله، بس اكيد مش مثل محرك الفي 8 صوت القوي، بس اتليست صار عندك اوبشن انه اليوم اذا كنت عم تسوقها على سبورت بلس فيك تسمع هيدا الصوت من خلال الزر اللي بتدوره من هون، اما حتى اذا كنت عم تسوقها بسواقه عاديه على الايكونومي حتى فيك تسمع هيدا الصوت. اليوم بنسخة الـ AMG مرسيدس عدلت على محركاتها اللي بتجي قدام وورا مقارنة بنسخة الـ EQ العادية، وصارت عم تعطي قوة حصانية أكتر، وحتى تعدلت الـ Inverter والـ Cooling System. الجير عم يجي وورا المكواد، عندك D and Reverse والـ P. السيارة بتحس بثبات عالي، وهذا الشيء بيرجع على كبر الطايرة اللي فيها عم نحكي 22 انش، بس هو لو بروفايل يعني كتير بدكم تنتبهوا على المطبات كرمال ما تتعجوا او ما تجرحوا الجانت. فيها اير سسبنشن كتير منيحة، عم تتجاوب حتى حسب الطريقة اللي انت ماشي عليها، وعم تعطيك كومفورت راحة انت بسيئة. ديزاين حلو، تكنولوجي كتير عالية،
بس مرسيدس ما قصرت ابدا من ناحيه سلامه. عندك هيدز اب ديسبلاي يمكن اكبر هيدز اب ديسبلاي بشوفه قدامي. عندكم كروز كنترول، ادابتيف كروز كنترول، اكيد عند نظام الرادار بيقرا سرعه السياره اللي قدامك وبصير يترك مسافه بينك وبين اللي قدامك كرمال ما يصير اي حادث. عندك نظام نقطة العمياء كمان موجود بالمرايات، يعطيك انذار اذا كان في سيارة جاي انت مش شايفها من حدك. ايرباك موجودين بالابواب وغيره، عندكم كذا ايرباك. تجاوب المحركات اللي فيها قدام ورا كتير سريع، بمجرد ما تدعس على دعسة الكهرباء دغري بتحسها بتنط. عندك الاكسل الخلفي بلف تقريبا 9 درجات، وهيك بخليها اذا كنت بمحل ضيق عم تلف بطريقة اكبر، وبيلف بعكس الطاير القدماني اذا كنت بسرعه اقل من 47 كيلومتر بالساعه. من بعد هيك اذا مسرع بتصير يلف مثل الطاير القدمانيه. اليوم بالماركت في كتير سيارات كهربائيه والمنافسه كتير عاليه، بس وقت تجي لبراند مثل مرسيدس هي ما قللت من ولا شيء بهيدي السياره، مش كانك سايق سياره كهربائيه. اتس فان تو درايف، يعني خلوا لك ديزاين حلو، عتيوب تكنولوجي متطورة، كل شيء موجود فيها، وحتى مشكلة الصوت يلي مش موجودة بسيارات الكهرباء صارت حلوا لك إياها، يعني صار عندك صوت عم تسمع. صح إنه هو عم يطلع من السبيكرات مش من صوت محرك، بس عم يطلع هذا الصوت وعم تقدر تنبسط أنت وسيارة. سو هيدي EQS 53 AMG. ليش سموها 53؟ لأنه اليوم سيارات الـ AMG تعودنا على 63، وهي كانت أكبر محرك وأقوى شيء بالـ horsepower يلي بتقدمها المرسيدس. فاليوم بالـ 53 أكيد رح يكون في نسخة تانية 63 متوقع تكون 1000 حصان. وهيك بتكون عم تنافس سيارة التسلا البليد. الباتري اللي فيها ليثيوم عم تولد 108 كيلو وات، بتمشي كرنش 575 كيلومتر. هلا هيدا كل شيء بيرجع حسب انت كيف بتسوقها، يعني اليوم اذا انت عم تسوق على سبورت بلس وعندك شوب وهيك يمكن تمشي اقل، بس اذا كنت عم تسوقها سواقة نورمال بتمشي 575 كيلومتر. وقت تشريجها كمان شيء بيرجع لل شو تشارجر عم تشارج فيه، اذا كان فاست شارجر ولا سوكت عادي عندك بالبيت ولا غيره. سعرها بدولة الامارات العربية المتحدة 799 الف درهم اماراتي، واكيد متوفرة عند الديلر، فيكم تروحوا تطلبوها لتست درايف. واكيد اذا عندكم اي سؤال اما استفسار بليز حطولي بالكومنت وانا برجع برد عليكم. ان شاء الله تكون عجبتكم حلقتنا وحلقة جديدة قريبا. ترونه.